يا الرحمن الرحيم خاوتي صباح النور، راني في الخرجة تاع مسعد ان شاء الله. ربي يجعلوا علينا يوم جميل ان شاء الله، لينا وخاوتنا والابائنا وليداتنا. هذه مسعد اللي ما يعرفهاش فيها مناطق ما شاء الله، هذه الصحراء فيها جبال الناس اللي ما راحش للصحراء وما شافتهاش اليوم يشوفوها معنا. يدعيونا خاوتنا بارك وربي يثبتنا ان شاء الله ويهدينا للطريق المستقيم، ونبقى ان شاء الله ديما نعتو لكم جديد. خاوتنا بلادنا راها غالية ونحافظوا عليها وننظفوها. شوفوا الله يبارك، شوفوا كيف نظيفة الله يبارك ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب. أو هذا عنده جنان دير مصلى، الله يبارك، ربي يبارك له في رزقه وفي ماله إن شاء الله، وفي جنانه وفي أهله وفي عائلته إن شاء الله. تعود الناس كامل دير كما هكذا، احنا كي نشوفوا حاجة في البلاد كيما هكذا نفرحوا بها. وطريق الصحراء تحب ديما انسان يمشي بعقله ويكون انسان صبور، وديما يدعي رب العالمين انه يستروا ويثبتوا رب العالمين ويصبروا ويرجع ان شاء الله الاهل لاباس الحمد لله. وتشوفوا معنا الصحراء ذوك، ندخلوا للجبال هذوك اللي راهم قدامكم ونكملوا الرحلة. هذا هما الجبال تاع مسعد، شوفوا الله يبارك. مسعد هنا يا خاوتي عنده مناخ مليح، كي ترقد تريح، وفيها مشهورة يخدموا القشاشب والبرانص هذه، وفيها الإبل يربي وثاني لها الإبل، عندهم المال ثاني الأغنام. والله خاوتي بلادنا الله يبارك ما شاء الله، وين تروح كل يوم تشوف منظر ينسك فيه الآخر. شوفوا خاوتي، شوفوا الجبال تاعها كيف راهم دايرين. نتمنى ان شاء الله تكون الصورة واضحة لخاوتنا يشوفوها مليح. الله يبارك، هاي ويليك. منا وخاوتنا اللي يقدروا يصوروا حاجة وتعجبهم حاجة في البلاد انهم يبينوا بلادهم. ونعاونوا بعضنا بالشي اللي نقدروا عليه. هنايا راه تقول لي بوسعدة 128 كيلو. هنايا ناس البادية مساكن، هاهم ويليك، هاهم وين عايشين. ربي إن شاء الله مساكن يجعلها في الميزان الحسنات نتاعهم، راهم يتمرمدو مساكن باش حنايا نلقاو خروف كبش العيد نلقاوها مليح.